لان وقتنا شبه انتهى. هقول لكم الجوله الاولى للانديه العربيه، مباراه الافتتاح الاهلي مع انتر ميامي، ريال مدريد مع الهلال، العين مع يوفنتوس، والوداد مع مانشستر سيتي، والترجي مع فلامينجو. كابتن هاني، كلمه اخيره. كلمة أخيرة، نقدر نقول دلوقتي مبروك على كل اللي يحصل للنادي الأهلي. الحقيقة تاريخ جديد بيتكتب للنادي الأهلي، مجموعة صعبة، ورغم إن احنا أعتقد المجموعة السابعة هي المجموعة الأصعب بالنسبة للفرق سواء الآسيوية ولا العربية، نعم. لكن يبقى النادي الأهلي بيكتب تاريخ جديد ليه والمصري والأفريقي. كابتن خالد، مش عايز جمهور النادي الأهلي يزعل من أي حد زعلان إنه يشوف في المكان ده. احنا تعبنا كتير قوي عشان نروح المكان ده. عايز تبقى قدي، اشتغل زي. عايز تبقى قدي إيه يا فندم؟ اشتغل زي. ممكن ترجمها؟ لا هترجمها. ممكن محمد سعيد ممكن يترجمها، بس انت عايز تروح في سكه ثانيه. اقول انا عايز اروح في سكه مهمه جدا النهارده. الاتحاد الدولي اعلن رسميا على هامش مراسم القرعه الاهلي 27 بطوله قاريه، وده تاكيدا للي اتقال قبل كده ان بطوله كاس القارات الثلاث هي بطوله قاريه تم اعتمادها من الاتحاد الدولي، وكاس التحدي هي بطوله قاريه، وكاس انتر كونتيننتال بطوله قاريه. وده تاكيدا ان بطولات كاس العالم للانديه ليست بطولات مستحدثه، كلها بطولات مكمله بعضها. نعم. 10 مشاركات تاريخيه. فالنهارده الفيفا صوت وصوره بياكد على كذا معنى. الاهلي نادي القرن العشرين في القاره الافريقيه، الاهلي 27 بطوله قاريه، الاهلي النادي الاول والوحيد اللي وقفوا عنده اثناء مراسم القرعه وخدوا كلمه ساعتها من حسين خرجه اللاعب المغربي.